السلام عليكم، كيفكم؟ صحت ليكم يا رب. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا جماعه الخير، اللي بيعرفني متعود على المقدمه اني على طول بقولها، بس يا جماعه الموضوع اليوم الفيديو موضوع مختلف كثير عن فيديوهات كلها وعن كل شيء. اليوم موضوعنا عن قنواتنا يا جماعه. قنواتنا راحت، وهلا تقولوا يا شادي كيف راحت، كيف تهكرت؟ يا جماعه في شخص تهكر كمبيوتري واخذ قناتي الاساسيه، يعني هي شادي جمال الكل اللي بيعرفها، واللي ما بيعرفها كمان فيها 838 الف مشترك. في قناتي الثانيه هي مخصصه بالالعاب الجيمنج، فيها 20 الف تقريبا، وفي قناه اخي فيها 40 الف كمان تهكرت. وفي انا اللي انزعجت اكثر شيء عليها يا جماعه، في شخص صديقي اسمه يحيى حاطط قناته عندي لحتى اشتغل عليها واعمل له يعني الشيء اللي بفهم فيه من يوتيوب. انا تهكرت كمان مع القنوات تبعي، يعني يا جماعه اجتني صعبه كثير والله العظيم. ما بعرف، طلعت بهالفيديو احكي انا واخي، لان انتم كثير طلبتوا منا انه عشان افتح قناه جديده. يا جماعة والله العظيم كسرت نفسي بعد ما قناتي الأساسية راحت، أقسم بالله العظيم تعبت كثير يا جماعة على محتواي، سهرت الليالي منتجت تعبت. يعني يا جماعة بكل سهولة هيك إنه واحد يجي ويهدد، كمان يهدد بدي أهكر لك قنواتك. ويا جماعة وحدة وحدة عم يهكر. إذا شفتوا أنتم أول شي قناة أخي ضربة سترايك، يا جماعة في شي اليوتيوب بس مباشر تجاري، لما بينعمل على القناة بس مباشر تجاري اليوتيوب فورم تعطي سترايك، تمسح الفيديو بترجع تعطي سترايك ثاني، ترجع تمسح الفيديو هن ثلاث سترايكات. فهذا اللي هكر صفحتي، عم نزل فيديو اعطونا سترايك، نزل فيديو وصلوا ثلاث سترايكات لحتى تسكر القناة. يعني انا يا جماعة صحيح انا بشركة بهيك، بس ما بتوقع ابدا ترجع القناة، يعني مستحيل القناة انحذفت من اليوتيوب ابدا. ما بعرف شو مستحيل صار، ما بعرف يا جماعة شو هالحقد اللي، يعني انا والله العظيم يا جماعة ما ازيد حدا، يعني ما حكيت على حدا، ما ازيد حدا، يعني طول عمري كنت عم بتعب. يعني صعبة انه واحد هيك رزقه ورزق يعني رزق بيته كل شيء يروح هيك. يا جماعة اقسم بالله يا جماعة، يعني ما حدا حاسس يعني بشيء اللي جواتي، اقسم بالله العظيم انا متلبك وما عم بعرف شو بدي احكي. يا جماعه والله لو مو انتم طلبتكم محبتكم لنا يا جماعه والله ولا افتح القناه، لانه خلص قلت بعد ما قررنا ما نفتح قناه ثاني مره خلص. بعد ما راح يا جماعه كل شيء، يعني كل شيء بنيته تدمر، صعب كثير اقسم بالله، صعب كثير يا جماعه، كثير كثير كثير. يعني محمد حتى قنعني عشاني معني، شفت عنه قلت له محمد ما بدي اخوي، يا اخي متابعين بدهم جماعه كثير يعني يحبونا بدهم نفتح قناه، وشفت دعمكم على انستغرام، شفت هفتكم علينا، شفت محبتكم لنا، والله العظيم هالشيء اللي خلاني افتح قناه. يا جماعه بس في شغله انه هون هي اللي ضلت من القناه، هذا درع اليوتيوب، بس هي اللي ضلت من القناه، ما ضل شيء ثاني. الحمد لله على كل حال، انا يعني مزعوج من شو يا جماعه، بس مزعوج انه تعبي بس. يا جماعه انا اللي انبسطت منه بس، واللي خلاني انبسط بوقت انزعاجي ووقت قهري، شفت لهفتكم علينا، شفت محبتكم لنا، اقسم بالله يعني انا حسيت حالي طاير من الفرح، وبنفس الدقيقه كثير مزعوج على الشيء اللي صار، بس عوضتونا عن شيء والله يا جماعة. أنا ما عم يعني عم جامل بالحكي أو شيء، والله هالحكي طالعك من كل قلبي يا جماعة، ما فيني أقول غير يعني قدر الله وما شاء فعل، يعني ما فينا نعمل شيء، يعني كله هذا يعني مثل ما أقول عسى أن تكرهونا شيئا وهو خير لكم. طبعا يا جماعة الحمد لله على كل شيء صار، ومثل ما قال أخي شادي شكرا كثير لوقفتكم معنا. صراحة لما راحت القناة، يعني هلا أنا لما راحت قناتي تضايقت، بس تضايقت أكثر لما راحت قناة شادي، لأنه شادي تعب أكثر مني بكثير،
وسهر كثير ولوصل كان حلمه، يعني تخيلوا يا جماعة حلمه، يعني شوفوا 100,000 حلمه كان، ووصل لل 100,000 وراحت بكل بساطة. فبس لما شفنا لهفتكم وحبكم إلنا ووقفتكم معنا، أنا صراحة قنعت شادي وقلت له يا شادي معلش هيموني هاي في الطريق، خلينا نكفي على الأقل مشان الناس اللي بتحبك بتحبنا. طبعا حبايب قلبي يعني هاي اعترفكم، انا فتحت القناة وبظن ووضحت لكم كل شيء. فيا جماعة اللي يحب يشترك بالقناة يشترك، وان شاء الله ان شاء الله خير، اللي جاي احسن ان شاء الله. ويا جماعة بتشوفوا اول وصف قناة اخي محمد، كمان يعني كمان اللي حابب يشترك فيها يشترك فيها. فحبكم كتير، فمعكم شادي.